اللعب اللي تسوينه ذا ما هو مزاج، كيف ذا هذا يلعب في جسمك لعب كبير. فهذه مسألة مهمة جدا زين سألتي عنها نوف، موضوع ارتباط الحشيش بالضعف الجنسي وموضوع الإنجاب. طبعا دحام عنده سؤال، مو سؤال عندي برضو مساعد عشان مختصرة. أنا لي رفيق مبطين مدة وأنا وياه سوا واموري واموره طيبة ولا بغيته في لزوم ما توانا ولا بغاني جيته كلي، وأنا وياه سوا خذ له فترة ثم عقبها قام يبعد عني ويبطي ويقطعني ويعود لي كان هذا قبل 3 سنين منها وحول الو كانت تنشت عنه لقيت الله يعافينا وياه علي طايح في الأمور ايه وفخوة اللي على الدرب ذا فعاتبته والله قلت تبدل أخوياك الطيبين فأخوياك الخيبين مثل النصارى يوم قال الله سبحانه وتعالى لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير سنت. فكتبت له كم بيت عاتبت عليها قلها. قلت يا رفيقي يوم بدلت الرفاقة يا رفيقي يوم بدلت الرفاقة مثل تبديل النصارى للمعيشة سود الله وجه من خان العلاقة يوم هد الحر وقفة معك ديشة أبكان أماني لكم قطاع ساقة صير مي ما يلفلف لك حشيشة اترك اللي من حماقة في حماقة وقضب اللي في لزومك قاد جيشة واحد خوته كانها راس باقة واحد خوته كانها راس شيشة يا سلام يا سلام صاحب ذنك أقول يا رفيقي يوم بدلت أنا والله بلقطها سناب إيه حبيب قلبي والله بنقلها للشباب سنابي حتى يفوت البث ما تموته أقول يا رفيقي يوم بدلت الرفاقة مثل تبديل النصارى للمعيشة سود الله وجه من خان العلاقة يوم هد الحر وقفة معك ديشة هبكنا ماني لكم قطاع ساقة صير مي ما يلفلف لك حشيشة ما عليكم زود اترك اللي من حماقة في حماقة وقضب اللي في لزومك قاد جيشة واحد خوته كانها راس باقة واحد خوته كانها راس شيشة سلام عليك تسلموا والله أرسلها له سارك أبو طول عمرك والله أرسلها له ويسمعها والواحد اللي صار على حاجة خطأ وعاتبته نوب نوب يرجع للدرب ونوب لا يستحس منك طبعا لي من 3 سنين ابعد عني لكنه ابشر كلها الحمد اتلمس العلوم عنه من بعيد البعيد عسى الله تركها وتاب لكن رفضتي انا وياه ما هي يا رب سوى من 3 الله يفتح الى 4 ترى هالشبابنا سيئين ولا ردي ولا انسان والله هو اختار نفسه ان يكون ردي لا والله ابتلاء وضعف وتورط فيها صح احنا دائما نحي ان ما نوافقه ولا نقره ونحذر منه ياثر علينا بعد يا شباب إيه ونسال الله يعافينا وياه لكن نحرص قدر ما نستطيع ان نصلحه ونرده للصواب بقدر ما نستطيع. مساعد وش سؤالك بس؟ لأني أنا أحس أنك من يوم شفتني مقدم اليوم ارتحت لك أبو سعيد. والله تصلح.